مساء بكل المشاهدين والمستمعين. بلغت ساكنة المغرب في الوسط القروي حوالي 39% من مجموع سكان المغرب حسب الإحصاء الوطني الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014. كما أن نسبة 61% من القاطنين في المجال الترابي الحضري حسب هذا الإحصاء تتكون في عدد منها من ساكنة وافدة من المناطق القروية إلى المدن بسبب الهجرة الداخلية. وبما أن الوسط القروي يشكل دعامة أساسية على المستوى الاقتصادي الوطني خصوصا في القطاع الفلاحي، فإن الضرورة تقتضي العناية بهذا الوسط وتأهيله ثقافيا وتمكينه من الآليات الكفيلة بالارتقاء به إلى المستوى المطلوب. فإلى أي حد يستفيد الوسط القروي من المشاريع التنموية التي تساهم في تأهيله ثقافيا؟ وما هي الملامح الخاصة بالثقافة القروية من خلال ما هو متداول في المجتمع المغربي؟ وبأية مخططات يمكن للثقافة القروية أن تجد موقعا لائقا بها ضمن المشهد الثقافي الوطني؟ لمناقشة الموضوع يسعدني أن نرحب معنا بالفنان والمنشط الإذاعي السيد محمد عاطر. مرحبا سيد محمد. مرحبا أختي، مرحبا كل مستمعين ومشاهدي ميديان تي في، مرحبا بكم، صباح الخير عليكم. صباح النور وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا، احنا دائما موجودين، جنود مجندة. لا يخطيك، شكرا جزيلا. التحية تتجدد أيضا بمستشارنا الدكتور أحمد الدفري الخبير في قضايا الإعلام والتواصل. صباح النور دكتور الدفري. أهلا وسهلا أستاذة خديجة، وسعيد أن أكون معك رفقة الفنان سي محمد عاطر. مرحبا مرحبا، نورتونا. طيب سيد محمد عاطر، أنت فنان مغربي تبدع في مجال التمثيل والتأليف بحكم احترافك للمجال الفني الذي هو جزء من مجال التعبير الثقافي. كيف تنظرون إلى واقع الممارسة الثقافية والفنية في الوسط الثقافي بالمغرب تحديدا؟ والوسط الثقافي والفني أنت تعرفينه، يعني ديبا مرة طالع مرة هابط. الشأن الثقافي من الميزانية المرصودة للوزارة كيبان لك أنه واش كاين هم ثقافي ولا ما كاينش. يلا كتبان مبادرات يعني شخصية بين الفينة والأخرى، المؤسسات اللي كاينة على قلتها يعني ما داكش كاينه، ولكن ما كتخدمش بالشكل المطلوب، لان الثقافه يعني بحال غائبه او مغيبه. الفنانين كيبذلوا مجهود والمثقفين كيبذلوا مجهود على اساس انهم يكونوا يعني حاضرين وزعما يعززوا الشأن الثقافي في البلاد، ولكن كاينين مثبطات وكاينين عراقيل تهول دون المستوى المطلوب اللي بغينا. فعلا، وسنعرج اكيد على هذه المثبطات او العراقيل او الاكراهات فيما بعد، يعني في يعني هذا الحديث الذي سنواصلها بطبيعه الحال. الان معكم دكتور دفري، ما الذي يمكن ان يثير اهتمام الناقد الثقافي في الثقافه السائده في الوسط القروي المغربي دكتور دفري؟ نعم أستاذة خديجة، الوسط الثقافي هو غني بالعناصر المثيرة سواء للدراسة أو النقد أو لتسليط الضوء عليها. فالوسط الثقافي هو بالنسبة لنا نحن في المغرب هو الأصل ديال الكثير من الإبداعات، لأن عندما نتحدث عن الأهازيج مثلا القروية فنحن نتحدث عن مثلا الأغاني ديال العيطان، نتحدث عن العيوع الشمال، نتحدث عن مجموعة من الأشكال اللي هي نابعة من الوسط القروي. كذلك عندما نتحدث عن الحكايات فيما يتعلق ب مجال الثقافة الشعبية الشفهية فنحن نتحدث عن الأصل أنه موجود في القرية. الناقد الثقافي يمكنه أن يهتم كذلك بتطور هذه الثقافة وإلى أي حد أنها حافظت
على أصولها وهل تأثرت بثقافات أخرى. بالتأكيد أنه سنلاحظ لو قمنا بتسليط الضوء على ثقافة في الوسط القروي الآن حاليا في هذا العصر، سنلاحظ بأنه وقع واحد النوع من المزج ما بين نمط العيش في القرية ونمط العيش مثلا في المدينة في بعض القرى التي تكون قريبة من المدن، يعني في ضواحي المدن، لكن بعض القرى النائية فهي بطبيعة الحال ما زالت تعيش بعض الانغلاق حتى على مستوى الأشكال التعبيرية ديالها الثقافية. نعم. مازال لم نستطع أن نسلط الضوء عليها بكثرة. إذن فأمام النقد الثقافي الكثير من العمل باش يمكن له يبحث في التراث الثقافي وفي الأشكال التعبيرية الثقافية والفنية في الوسط القروي، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك استراتيجية لتأهيل هذه الثقافة داخل الوسط القروي، وهذا ما نتمناه في مستقبل الأيام مع هذا النموذج التنموي الجديد في المغرب. أستاذة خديجة، فعلا هذا ما نتمناه. إذن أنتقل لسيد محمد عاطر، برأيكم ما هي نظركم يعني أكثر أشكال، يعني أشكال الثقافة القروية المغربية، يعني قدرة على التعبير عن انشغالات المواطن دائما في الوسط القروي؟ أستاذ عاطر، من الأغنية بالألوان ديالها والاختلاف ديالها عبر عبور عبر ربوع المملكة هي الأكثر تعبيرية. العيطة فيها عبيدة الرماة، فيها الشيخات في الأعراس، يعني العيالات اللي كيغنيو ما بيناتهم في العوينة ملي كيكونوا يسقيو، يعني فكيديروا مثلا إلا كانوا ينقيو على الزرع شي على بوق، ماشي دابا كانوا كيتجمعوا مثلا في بريباريو لشي عرس، كيهيئوا لشي عرس خصهم يتجمعوا ويغنيوا وفيرا ميزور، يعني حجوا حاجه يعني كيغنيوا. هذا هو التعبير، اللي كان التعبير ديال البوادي كيخرج من خلال الاغنيه الشعبيه اللي كتمثل المنطقه. تمام. باختلافات ديالها، مثلا الا مشيتي للشاويه ماشي هي عبده ماشي هي دكاله ماشي هي الحوز ماشي هي النواحي ديال البجعد، وهذا كل منطقه عندها التعبير ديالها كيفاش كتعبر على الفرحه ديالها والهموم ديالها من خلال الاغنيه. وتحضروني مثلا في الحركه ديال واتزام، الناس عبروا على 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 الانشغال اليومي ديال ضد المستعمر بالزعري، وسي احمد الدافري كيعرف الزعري هو يعني بحال يعني واحد لاغيم، واحد القافيه كلام مقفى، اللي هو مثلا كيقولوا مثلا الروبلان تحوم حيز الغلم. الروبلان هي ليغوبلان، ليغوبلان مثلا ديك المروحيه كتبقى مهوده تتهود عند السارح وتسوقو هو وبهيمو. الروح بلان تحوم حيز الغلم. نعم. مثلا كيقول لك صحتك قليله دير كرويله. ويلا بغى مثلا يقول للمراه بان الجمال ديالها كيقول لها عنقك رقيق خاصه العقيق. يا سلام. هذا الجميل في هذا التراث الثقافي ببلدنا فعلا استاذ عاطر. صح. اللي زوين هو جميع كاع الهم الحياتي كله، كاع الانشغالات ديال الحياه كلها ممثله. مثلا الا بغوا يعبروا على ان الازمه الاقتصاديه تختزل هي في الاغنيه، مثلا كيقول لك لا ما عندك بزطام راه السوق حرام. نعم. ويقول لك ثاني ويقول لك وجهك نقص حيت الجيب تخص. نعم. فعلا بحال مثلا بحال يعني تل ل ل ل ل ل يعني التعبير يعني ما كيخطط حتى مجال. نعم جيد جيد. ربما نشوف مع دكتور الدفري فيما يتعلق بنقطة أخرى، هل الدعوة إلى تحديث المجتمع وتطويره وإلى الانخراط في العصرنة ومتطلبات العولمة، دكتور الدفري تتعارض مع الدعوة إلى تأهيل الثقافة القروية الأصيلة من وجهة نظرك؟ هو في الأصل تحديث المجتمع يتطلب تحديث جميع
مجالات ترابية في البلد، ولكن التحديث هو لا يعني يعني طمس الملامح ديال الثقافة، وإنما الثقافة هي واحد الكائن معنوي كيتغير فيه روح، كيتبدل من خلال التفاعل من خلال الارتباط مع الحياة اليومية. فهاد التعابير الجميلة والأمثلة اللي كنقالها لنا الفنان محمد عاطر اللي كتعبر ثقافيا على واحد الوضعيات اجتماعية معينة، فهي ما غيمكنش تمحى وما يمكنش تطمس ابدا، لانها غتبقى في الذاكره ديال الثقافه المغربيه اللي كتبين على البراعه التعبير داخل الوسط القروي. اذا هنا هذا الوسط القروي يمكن نطرحوا السؤال عليه، واش هاد الامكانيات التعبيريه الثقافيه هي تلقائيه عفويه مرتبطه بعلاقة الساكنة مع المحيط ديالها، أو كاين هناك واحد مبادرات مؤسساتية اللي قمنا بها في إطار برامج تنموية باش نأهلوا هاد المناطق. تماما هنا العملية ديال التحديث أول شيء يجب أن تركز عليه هو مد الوسط القروي بالإمكانيات اللي من خلالها يمكن أن تتمن هذه الثقافة، وما تخليش الساكنة ديال القرية تعتبر نفسها بأنها محرومة وتمشي تهاجر للمدينة باعتبارها بأنها هي الرمز ديال التحديث. لا، يمكن تكون قرى فيها جمالية على مستوى العمران، على مستوى الطرقات، على مستوى الملابس، على مستوى الخدمات، اللي تخلي القرية المغربية اللي هي مثيرة للإعجاب، وتخلي الساكنة المدينة يمشيوا يبحثوا على أنهم يسكنوا في المدينة. أستاذة خديجة، وهذا ما يحدث في كثير من البلدان المتقدمة. تماما. طيب ربما غادي نغوص شوية مع أستاذ عاطر في تجربته اللي كانت عن كسب في الوسط القروي، وأستاذ عاطر يعني من خلال علاقتك الوطيدة مع ساكنة الوسط القروي في عدد كبير من الأقاليم وجهات المملكة، ما الذي يثير إعجابك أكثر في مجال التعبير الثقافي في الوسط القروي؟ أنا بغيت نشاطر واحد الفكرة مع السي أحمد الدافيري، هي الفكرة ديال أن داك الشيء كيكون تلقائي. تمام. تلقائي ماشي مملة. صح. تلقائي، مثلا الا بغاو يعبروا على المسؤوليه انك الا خدتي شي مسؤوليه خصك تحملها كامله، هي كيقول لك ان الا دخلتي للسوق لا تشكى مصداع البوق. صح. الو، كنسمعك. الا دخلتي للسوق لا تشكى مصداع البوق. نعم. الا دخلتي للسوق راه صداع البوق راه في بارتي دو سوق. فعلا. منو. تماما. دخلتي هذيك، دخلتي لشي مشكل ولا مسؤوليه تحملها كامله. وهذاك التعدد ديال ان انت باغي دير حاجه ودير جوج حوايج في خطره وتا وحده ما ديرها مزيانه كيعبروا عليها حتى هي، كيقول لك انت باغي تسوق وتركب اللور. نعم، هذه شنو كتعني؟ واش وهذه شنو كتعني؟ وشنو كتعني هذه؟ باغي دير جوج حوايج في خطره ما يمكنش. تماما، صعب. باغي يا اما دير حاجه وحده وتحملها واديها على احسن وجه. حباني في قلب واحد لا يجتمعان. لا يمكن. فعلا. اذا التعبير ديال الباديه كيكون عميق جدا. مثلا الا بغى يقول لك اودي تمتع في الحياه اوليو باش تبقى تابع غير المال، كيقول لك كلها قطبان قبل لا تشرب حسوه. كولها قطبان قبل لا تشربها حسوة. صحيح. لأن ملي كتمرض كتولي مقابلة الحسوة. تماما. كيكون هذاك هو طيب نرجعوا للنقطة اللي طرحت عليك أستاذ عاطر. يعني من خلال تجربتك، من خلال أنك عاينتي العديد من جهات المملكة يعني والأقاليم، شنو اللي تار إعجابك في الوسط القروي؟ هو التنوع. جميل. التنوع. الموروث الثقافي من ماشي بشكل كبير، ولكن كيبان ان التباين ديال هذا الموروث من جهه الى اخرى ومن منطقه الى اخرى. صحيح. والفرحه
كتكون في العراس، في السوق، في اللمات، في البركات، وكل حاجة عندها يعني حتى المأتم هو ينقلب إلى في الضحك وذاك شيء، يعني ما الناس كتقلب على أنها تفرح والضحك وخا تخلق يعني من رحم المعاناة تخلق يعني الفرحة. العيالات كما قلت قبيلة أنهم مني كانوا كيمشيو سقيو في بير أو عين أو مطفية أو هذا كيتجمعوا وكيشدوا هادوك البانيوات والسطولة ويقلبوهم هما فرحة، لأنهم هذيك هي بحال كنخطفوا وقت الفرح من في البوادي. والعراس ثاني كان بعض المرات ما يحتاجوش كاع الفراق ديال الشيخات، يمكن غير العيالات يلعبوا هما ولعبات ويغنيوا. كاين بعض المرات كيغنيوا شي اشياء اللي خادوها دابا الفرق الغنائيه اللي معروفه كاع على مستوى الوطن. فعلا فعلا هذا ما حصل. طيب دكتور دفري، هل هناك اشكال ثقافيه معينه اللي هي نابعه بالوسط القروي المغربي واستطعت بالفعل ان يعني تنتشر عالميا؟ مادام يعني استاذ عطر كيتحدث على هذا النوع ديال الاغاني اللي هي ربما تؤثر ضمن المعرفه التقليديه ديال البوادي والقرى المغربيه. الراحل والحسين اجيبان مصرو ديال حيدوس منطقه الاطلس نواحي ازرو، اللي هو كان سفير ديال واحد الشكل من الاشكال الفنية التراثية الثقافية المغربية بديع جدا من خلال حركات البديعة، خلال دقات القرع ديالو على الدف، من خلال الأشكال الهندسية عن طريق الأجساد. كان سفير ديال ثقافة قروية، الثقافة يعني المصدر ديالها والمنبع ديالها القرية الأمازيغية المغربية، واستطاع باش أنه يدير جولات في مختلف مناطق العالم وأن يحظى بإعجاب وبواحد كان كيزرع واحد البهاء على المهرجانات اللي كيحضر فيها. كذلك ما نساوش فرقة زهجوكا، اللي هي زهجوكا عبارة عن واحد القبيلة في منطقة بنيست في التبعة لإقليم العرائش، تبعد ب 15 كيلومتر عن مدينة قطر الكبير. فرقة زهجوكا يعني ثقافة ديالها منذ سنوات، منذ قرون، أنهم فيهم جينات ديالهم مسألة ديال النفخ في الغيطة وبالقرع على الطبل، وبحيث أنه حتى رولينغ ستونز جاوا لهذه المنطقة وسجلوا ودمجوا مجموعة ديال الموسيقى ديالهم مع زهجوكا وقدموها في ألبومات. وبول بولز انتبه لهذا النوع ديال الموسيقى ديال زهجوكا، هو اللي عرف بها بعد ما كان غادي في القطار في سيدي قاسم في الخمسينيات، وسمع هذه الموسيقى الساحره وقال هذه هي الموسيقى اللي تمنيت نبقى نسمعها طول حياتي. هو اللي عرف بها وجاو ولات هذه المنطقه زهجوكا واحد المنطقه اللي هي كيجيو ليها الموسيقيين والفنانين مختلفين. اذا فعلا عندنا مخزون ثقافي اللي دار بجذوره في التاريخ دكتور دفري. فعلا هذه فقط غير نماذج، اما وكاين هناك نماذج اخرى كثيره منها اللي دخلت المدينه ومثل الاشكال ديال الغيوان. نعم فعلا. طيب استاذ عطير، يعني ربما في الختام حسب الخبره ديالك ومعرفتك اللي اكتسبتيهم في سياق تواصلك مع ساكنة القرى في المغرب، هل يعني اكتشفتي وجود يعني واحد تقارب أو تباعد الأشكال التعبيرية الثقافية بين ساكنة القرى في جهات معينة؟ لا أكيد، أن تطرقت لهذا الموضوع قلت منه، لأن كل قبيلة عندها خصوصية. كاين تشابه في شي حاجات وكاين اختلاف في حاجات أخرى. مثلا العيطة عند عبدة معروفة، راك تعرفوها يعني هذيك الغناء الرعوي اللي جا من تما من القديم، داك الشيء الخربوشة على هذا الغزال، يعني مجموعة أغاني. نجيو للدكالة كاينة أشياء أخرى، نمشيو للحوزي معروف بالأغنية ديال فين أيامك بن قرير، هذيك معروفة. نجيو للثاني بحالها
عند الناس ديال واتزم في جعيدان، نمشيو للزعري المناطق المتاخمه للرباط حتى هي راه فيها هذا الشيء، نمشيو للغرب كاين الهيت، يعني هذا التباين هو اللي كيعطي يعني غنى ديال الموروث الثقافي في البلاد. نرجع لقبيله كنت كنهضر لك على جبدنا المراه، استحضرت المراه، المراه المغربيه في 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 في, في الباديه. تمام. ربما سنترك هذه النقطة أستاذ عاطر في الجزء الثاني بعد إذنك إذا سمحتي، لأن الوقت أدركنا. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد محمد عاطر على قبول دعوة برنامج بصراحة، وشكرا جزيلا أيضا للدكتور أحمد الدفري. حوارنا سيستمر الآن لك بعد فاصل قصير عبر أثير ميديا. كل الشكر لكم مشاهدينا ومستمعينا، ألقاكم بكامل المحبة غدا في نفس الموعد على قناة ميديا تيفي.